هل هذه المرحلة الانتقالية باستحقاقاتها المتعددة تعيش نوعا من الاحتباس يفسر الآن هذه الدينامية الجارية برأيك؟ فعلا يعني عندما نستحضر الآن ما يجري في ليبيا وخصوصا بعد يعني سنوات عديدة من الصراعات التي كلفت ليبيا الكثير على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وخصوصا بعد تزامن الصراع على السلطة بدخول جماعات مسلحة ومرتزقة إلى البلاد وأيضا تنامي الأطماع الخارجية، أعتقد بأن كل هذه المعطيات حقيقة جعلت يعني الكثير من المراقبين وأيضا الدول الراغبة أو الساعية إلى الاستقرار في ليبيا يعني تنشرح مع إقرار وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، وهذه مبادرة مهمة جدا. لكن الآن أنا أعتقد بأن الأولويات مطروحة حول توفير أجواء الثقة بين الفرقاء. يبدو أن الاستقرار الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة كان مهما جدا، وكان طبعا له دور أساسي في المزيد من الرغبة في إرساء استقرار مستدام وأيضا في السعي إلى تحقيق المكتسبات الأساسية. وأعتقد بأن أهم مكتسب أو الرهانات الكبرى الآن التي تنتظر ليبيا هي أولا إقرار السلم والأمن على المستوى الداخلي في ارتباط ذلك بطرد الميليشيات والحد من التدخلات الأجنبية، وهذا طبعا حتى المغرب باعتباره اليوم الذي يحظى بثقة الفرقاء الليبيين ويسعى بكل ما أوتي طبعا من إمكانيات ومن يعني بحكم الجوار وبحكم الروابط المتينة مع هذا البلد المغربي، يسعى كذلك إلى أو دائما يطرح هذه الأهداف. ثم كذلك لا ننسى مسألة أخرى وهي مهمة جدا مرتبطة كذلك بإعداد الأجواء الكفيلة بالبدء في بناء الدولة من خلال طبعا توحيد المؤسسات ومن خلال كذلك عبور المرحلة الانتقالية بسلام في أفق طبعا إجراء الانتخابات المختلفة في المستقبل بصورة طبعا تدعم هذا الاستقرار وتدعم كذلك الوصول إلى الهدف المنشود وهو توحيد ليبيا وتوحيد المؤسسات وأيضا عودة ليبيا إلى المنظومة الإقليمية والدولية، وكذلك الاستثمار الخيرات التي طبعا هي متاحة لهذا البلد المغربي خدمة للشعب الليبي.